فانا النهارده هعمل دلوقتي طاجن او هطبخ بسله بالحمص. بسله مسلوقه، حمص مسلوق. حمص ده طبعا بجيبه انقعه قبلها بيوم واسلقه عادي خالص، تمام. والبسله يا عندي في الفريزر يا اما انا هجيبها واسلقها بشويه ميه صغيرين. وبعدين معايا بصل وفلفل وثوم وكاري ومكعب مرق وصلصه. ما رضيتش اجيب النهارده عصير طماطم، الطماطم غاليه جدا النهارده، فقلت لا خلاص انا همشيها بصلصه، او لو عندك في الفريزر عصير طماطم او طماطم متسبكه طلعيها زي ما انت عايزه. خلاص، نظرا لظروف غلاء المعيشه والطماطم الغاليه جدا جدا، فانا وفرتها النهارده معاكم وهشتغل بالصلصه. دول طبعا خلاص ده مسلوق وده مسلوق فسوى بعضه، مش عندي مشكله فيه. حطهم على بعض كده بيديكوا طعم حلو جدا الاثنين مع بعض. والبصل والفلفل هسويهم مع بعض شويه. هحط كاري واحط صلصه والثوم ومكعب مرق اختياري، عايزه تحطيه مش عايزه بلاش. شويه زيت صغيرين او سمنه. بصله كبيره نقطعها صغير كده. ملح وفلفل. بصوا بصلك كده، وهنزل عليها ايه، معلقه ثوم مفروم تسخن بس، وهنزل عليها الفلفل الرومي. فلفل رومي برضو حبه كويسين، قرن فلفل رومي كبير ومقطعاه برضو ايه مكعبات متوسطه كده. احط مكعب المرق شرياه وانا عاملاه زي ما انتوا عايزين، معلقه كبيره بقى من الكاري. طبعا برضو الكاري من الحاجات المغذيه قوي. احط معلقتين كبار من الصلصه بقى للكميه دي، معلقتين كبار. Thank you.